شوف البنات كيفاش كتجي. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير البنات. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. البنات كتوجد بالزربه بالزربه وكيبغيوها الدري صغار بزاف بزاف. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غنحتاجو شي مول. نتوما اللي بغيتو يمكن لكم تاخذوا مول بحال هكا اللي يكون طويل، يمكن لكم تاخذوه دائري، مهم كيبقى على حسب الرغبه تاع المول. عندي هنايا، عندي هنايا البنات القرقع وشويه ديال اللوز. عندي هنايا شوكولا ضروري البنات. عندي هنايا شويه ديال عصير الليمون، وعندي هنايا هذا البسكوي هذا البنات. يمكن تختاروا اي نوعيه. غنبداو على بركه الله. غنبداو البنات. نستوى على هذا الشكل. هذا البنات خصنا هنا في هذه البلاصه ضروري خصنا نقسموه، هذا بيجينا بحال هكا غير باش يشد لينا هذه البلاصه هذه ضروري. خلينا نهرسو ماشي مشكل، شد لينا بلاصتو بحال هكا. ودابا البنات غندوزو باش نصاوبو لا كريم اللي غنحتاجو ليها. دابا البنات غنوجدو الكريمه، غنحتاجو فيها لا كريم باتيتا ديال المعالق كبار. راهم هنا البنات. ثلاثة ديال المعالق ديال كريم باتيسير هناك. غادي ندير كذلك سكر ثاني ديال البنات، وعلى على حسب الذوق غادي ندير ثلاثة ديال المعالق صافي. غادي نخلط هادشي مزيان. دابا البنات غنديه للبوطه حتى كيغلي ويشد راسو مزيان، ومن بعد نتلاقاو. نسيت ما قلت لكم البنات، غنضيف البنات واحد الفاني نسمو بها صافي صافي. دابا نخليو حتى يعقد مزيان ومن بعد نتلاقاو. من بعد البنات ملي كتوجد لينا كنلوحو فيها هاد الشوكولا بحال هكا، كنحاولو نخلطو نبقى سخونه الكريمه باش كيدوب لينا هاد الشوكولا فيها بحال هكا. تجي مزوجة مزيان، ضروري نخلطو مزيان البنات. تكتنسجم هاد الشوكولا مع هاد الكريمة. بس كنضيف ليها هاد القرقع واللوز. غادي غنحاول نقطعو.
بدا البنات كي قلت لكم غنزيدوا هاد اللوز والكركاع وكنخلط مزيان. صافي غنبداو دابا البنات نجيبو المول ديالنا هنايا ديال الخليط بحال هكا نوزعو هنايا هكا بحال هاني نقادو بحال هكا كتجي البنات زوينه. نكملو على نفس الطريقه اللي درنا قبيله نبقاو نديرو تنكمل الحلوه ديالي كامله. هنا البنات قلبت هنايا فهاد الطبسيل دابا غنحاولوا اننا نزينوها حاولوا اننا نزينوها. هنا البنات فكرت اني ندير واحد الكريمه اخرى غندير كاس ديال الحليب. انا عندي هنا بهذا العبار هذا البنات هذا كيجي تقريبا كاس لاروب هكاك ديال العنبه العبار ديال العنبه غندير جوج كيسان عامري مزيان ديال الحليب غندير بحسب الذوق ندير جوج معالق ديال السكر جوج معالق ديال السكر مزيان. غنزيد البنات النشا عندي هنايا جوج معالق كبار ديال النشا والله ما يزينه وغناخذ واحد شاسيل التنسيم ديال الفاني نزيد شاسيل ديال الفاني وغنخلط مزيان المكونات مزيان صافي. دابا البنات من بعد ما خلطنا غنديوه نديرو فوق البوطه ونستمر في التحريك ما نحبسش معايا البنات. هي البنات هكا بس كتقصع خصني نسربي باش ما تا بحال هكا
البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، كتجي بحال هكا البنات. بالنسبه للزين كتبقى على حسب الرغبه شنو ما بغيتو نتوما، يعني خربقوا كيما بغيتو وديروا اللي عجبكم. انا هنا درت غير واحد الشبيكه هنايا باش تعطيني هاد الخطوطه بحال هكا، ودرت فيهم ودرت فوق منهم سكر ثقيل ولا سكر بودر. صافي البنات جاتنا على هاد الشكل الحلوى ديالنا، كتجي البنات صراحه رائعه ولذيذه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بسم الله. طريف كتجي غزاله البنات.